في نظرة فاحصة على أهم الركائز الاقتصادية في اليمن، يعد ميناء عدن ذات ثقل عالمي، فهو يعد أكبر الموانئ الطبيعية في العالم لما يمثله موقعه الاستراتيجي الواقع على خط الملاحة البحرية الدولية كبوابة رئيسية تربط الشرق والغرب. ذلك الأهمية أكسب مدينة عدن قيمتها الاقتصادية وجعلها مركز تجاري رائدا بالنسبة لدول الشرق الأوسط. كاميرا قناة عدن الفضائية قامت بالنزول إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للتعرف على نشاط الميناء عن قرب خلال هذه الفترة، والتقينا بالأستاذ محمد علو عبد الله مزربة المدير التنفيذي للمؤسسة. طبعا ميناء عدن هو أهم منشأة اقتصادية داخل محافظة عدن، وأعتقد أنا بالتقدير الشخصي أهم مؤسسة اقتصادية في الجمهورية اليمنية بشكل عام والبلد بشكل عام. هذه الميزة اللي تمتع بها لأسباب كثيرة وليس الكلام الإنشائي، طبعا نحن نتكلم على ميناء يبعد عن الخط الملاحي 4 ميال فقط، الخط الملاحي الدولي لحركة السفن، بينما موانئ الدول الأخرى أقل ميناء يبعد تقريبا من 9 إلى 11 ميل في دول في موانئ الدول المجاورة. وهذه ميزة لجعل عدن مدينة دولية، منطقة أو مركز تجاري متقدم رائد في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط والأقليم بشكل عام. نحن الآن بحمد الله في 2017 شهدنا تحسن في معدلات المناول بشكل كبير بحمد الله، يدل على تحسن الوضع الاقتصادي في المدينة وفي المحافظات المجاورة. التحولات المضطربة في الظروف السياسية في اليمن قديما وحديثا شكلت عائقا ليس فقط في بقاء تلك المكانة لمدينة عدن وميناءها، وإنما تعدت إلى اشتداد المنافسة في جانب استحداث خطوط نقل بحرية وموانئ جديدة في دول الجوار لدخول سوق الجذب الاستثماري عبر النقل البحري. لكن طبعا الظروف السياسية والاقتصادية والسياسات اللي أنا أعتقد أنها كانت الكثير منها خاطئة خلال العقود الماضية لم تساعد الميناء على وضعه على الطريق الصحيح للوصول إلى هذه الغاية والهدف. طبعا مرت على ميناء عدن الكثير من الكوارث الأمانة، يعني سواء كانت بالحروب التي مرت به أو بالسياسات أو عدم التقدير الصحيح لدور الميناء من قبل الإدارات السابقة. ليس الميناء الأمانة، لكن حتى الإدارات من تولى أو يشغل رئاسة الميناء ليس بيده يعني العصا السحرية، لأنه هو ضمن منظومة متكاملة سواء من حيث التشريعات، من حيث كما نقول الوضع الاقتصادي، منظومة الأطراف أو منظومة الجهات المستفيدة من الميناء هي أيضا لم تساعد في جعل الميناء يكون في وضعه الصحيح. الظروف هي التي تحكم في تلك الظروف، لكن الآن نحن نمر بظروف حرب ونتكلم عن يعني منطقة يشهد فيها قطاع النقل البحري طفرة رهيبة خلال لا نقول السنوات الحالية لكن السنة الحالية شهدت طفرة رهيبة ودخول موانئ جديدة في ظل منافسة شديدة، في ظل تصارع على الحصة السوقية لهذه المنطقة. ويعتبر ميناء عدن من أهم الموانئ اليمنية لما له من موقع استراتيجي، سكان هذه المدينة يأملون عودة نشاطه التجاري الحيوي أكثر من أي وقت مضى، حتى يساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد. نصر عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، محافظة عدن.